الأبراج هيدي الفترة مولود الحمل، أنت على تواصل مع المشتري والمريخ، فأنت ناطر السفر. السفر قريب جدا، حضر شنتك لأنه أنت خلال أسبوع أسبوعين ممكن تسافر. أما بالنسبة لمولود الثور اللي هو فارغ من الحب، قلبك بيدق إن شاء الله، وممكن كمان العريس أو الخطوبة حدق على باب بيتك ونشوفك عروس أو عريس. بالنسبة لمولود الجوزاء، السفر موجود عندك أيضا ولكن مع الشريك، وانتقال من أرض إلى أرض آخر. السرطان أوراق قانونية بتكسبها خلال هالفترة إن شاء الله. بالنسبة لمولود الأسد، أعدائك ما شاء الله كتار بس ما رح يطالوك. نحن بنقول ما شاء الله لأنه أنت ملك الغابة ما بنخاف عليك، ولكن أنت أخذ حذرك منك على كل الميادين. أما بالنسبة لمولود العزاء اللي هو سنتو، بلش هلأ عندك استقرار عاطفي واستقرار مادي خلال هالفترة. مولود الميزان، إذا بحتار بين أرضين طلع على دولة بلاد الخليج، لأنه زهرة هي فوق الخليج موجودة، قطر، إمارات، بحرين موجود عندك، اختار وحدة منهم. بالنسبة لمولود العقرب، هدية تمين بتوصلك هالفترة مولود العقرب، وهذه مناسبة سعيدة رح تكون عندك. مولود القاص، مفاجآت مالية ما كنت متوقعها منها بالحسبان أبدا، رح تفرح وتبكي دموع فرح. أما أنت مولود الجدي، صحتك على أحسن ما يرام، البعض منكم حيقوموا بعمليات تجميل رجالا ونساء. مولود الدلو، بعود حق من الماضي لإلك مادي أو معنوي، وهذا بيسرك كتير وبيفرحك كتير. أما أنت مولود الحوت، رح تبحر هلأ من أول جديد، فرحلات كتير رح تكون عندك خلال هالفترة، وخاصة خلال هيدا الشهر والأشهر اللي جاية، هتكون أفضل وأفضل لإلك بخصوص أصفار كتيري.